انا عندي قله خاصيه، بس مش هيك انتوا راح اعطيكم النظاره كلهم بيتصلوا فيي شو عامله لوجهي ومنين جايبه هالنظاره. انا ما عامل شيء بس بعرف شو فيه للنظاره. بتجيبوا بطاطا لا مسلوقه ولا شيء، بتقشروها صغيره، بتبرشوها، بتعصروها، بعدين بتحطوا زبادي، يعني اللي برا بيعرف زبادي عندنا نحن، اللبن، ملعقه نشا، ملعقه حليب، ملعقه عسل، ملعقه اوركيد، زيت الاوركيد، وبتخفقوهم. بس الزلال البيض الابيض حطوا شوي، بتعملوه بالاسبوع 3 مرات، وكل مره اعملوا شوي على قد وشكم، حطوه على مدة نص ساعة. من بعد ما تخلصوا بتروحوا بتغسلوه بمي باردة. لما بتروحوا بتغسلوه بمي باردة بتنشفوه، بتضل المسامات مفتوحة. بتجيبوا وعاء تلج وفيه شوية مي، بتحطوا وشكم فيه كمان دقيقة، مش أكتر من دقيقة، بتشيلوه كمان بتنشفوا. مجرد ما نشفته بتجيبوا اللي بنظف الوجه، اللي بنظف الوجه المي، مش مرطب، اللي بننظف فيه، ما راح اقول اسم حتى ما تكونوا عم بعمل دعايه لاي شيء. يمكن انا هذا الوحيد اللي انا بمسح بس فيه وجهي، لنظف بس فيه وجهي، وهذا هو بس.